هل ابدا بنورمال او ادخل على رانك على طول؟ لا، يفضل حبيبي تسخن، تشغل الماكينه حقتك، تشوف يدك شغاله كويس. انا ابدا برانكت على طول، بس ما ابدا برانكت على طول ولا ابدا، يعني ما ابدا بنورمال، انا اروح تريننج سيشن اجلس زي كذا، العيال دائما يشوفوني في الستريم لما اسويها، ادخل بالشامبيون اللي انا العبه كثير رايت، واجلس اسخن فيه 5 دقائق 10 دقائق، انه هذا اللي يهمني، مو لازم العب جيم كامل يعني، ولا انت في جيم كامل، ولا ادخل سخن سوي الريتشوال اللي يمشي معك وبعدين تدخل. انا اجي مثلا هنا 1 2 3 4 5 6 مثلا، واجي اسوي الريتشوال حقي، الريتشوال حقي اسوي كل الانيميشن كانسلز حقتي في الشامبيون لين ما تزبط معايا، تزبط معايا ادخل جيم. روح 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 روح، ليش ياخذ المنيون هذا؟ ايوه يدهز دست. اوكي really اجري يا بابا، اجري يا بابا، اجري، انا عندي فلاش ما بضيع. يا ولدي مات، ما وصل له، ما وصل، انا ما قتلته خلاص، عندي فلاش ما ابغى افلش. اوكي اديتك البلاش. انا كنت العب ار تي اس جيم، استراتيجي، ستار كرافت، وور كرافت، بعدين لعبت موباز، يبغى لها شغل ودراسه وفهم وكذا، وهذا هذه الأقيام الحلوة، الأقيام اللي أمسك مسدس وطخ وأمشي، وحتى الأقيام اللي أمسك مسدس وطخ وأمشي هذه دحين الاستراتيجية لازم تتعلم وتعرف وكورسير وفين توقف وكيف الفاير اون هيب وكيف إذا تبدأ أو بس تجري زي الأبلة. أخرج زي كذا زي المجنون وأقتلهم كلهم، ما يحتاج الملك للستة يعني. هذا كموت أتعيب؟ يا جيبها يا الله، ولا أحد راضي يموت وجع. خش معهم. أوكي الله معه. هيا بني. أوه أنت وقفتها أزب... هذا طبعا كده، هذا يعور. وانت وقفتها من الكيو حقي. يا الله اوي جاد فاك مي، ما وقفتها ولا شيء. لا راح سوى استنى على جينكس يا معفن، الكيو جاي على جينكس بتجري، هو راح سوى جنب عليها واستنى وقفها في الارض. يا كل شيء كده يصير غلط، صار غلط قدامي. لازم تلعب كثير، ما فيها كلام، بس كلهم ماتوا الجيم هذا جزء كبير منه يا شباب موضوع النوليدج. يعني ديانا الادمي فايز عليه يعني قاتله 3-4 مرات، يروح لها بنفسه، يروح يتضارب معها، يقول هو في باله انا اقدر اقتلها رايت. غلط، لما ما اقدر اتضارب ايش اسوي؟ لازم ارجع للجيم. كيف ارجع للجيم؟ اي نيد فارم، مزبوط. ديانا سيلفر وبلات فلات والله كويس منه، لا انا ما اقول كويس ولا بطال، انا ما جالس اغلط على الرجال، انا بس بقول له يعني حاجه واحده من الحاجات الاساسيه اللي تبغى تتعلمها في الجيم، انه متى ادخل متى ما ادخل، هل في مصلحتنا؟ دائما اسال نفسك السؤال هذا، لو دخلت عليه هل اقتله؟
ايوه اقتله. طب الرجال عنده 4 كلات علي وعنده ايتم ونص وعنده ليفلين، خليها قاعده عندكم في عيال، عنده 3 ليفلات خليها قاعده قاعده كذا. اي واحد ليفلين اعلى مني يقتلني بيريت، حتى لو مو عنده ايتمات، لو نفس ايتماتك. ليش؟ عشان البيس ستاتس اللي عنده مره عاليه. ليفل واحد ممكن، ليفلين لا. ما جات فيه عنده بلاك شيت منظر يلا ده. ليز موتي عيب. نايس عدت على خير، عدت على خير. انا رايح رايح حتى لو دي هذا الطريق. ما عندك يا بنجان حقي كب الله. دي فلاشة كل ثاني تريها دي بريمة تسي. يا لطيف يتغل كله وكل إذا طفشنا هو طفشنا يتغل كله. مين هذا اللي معك؟ مدري. أنا مين ياسو عندي 352,000 نقطة، جبت بنته مرتين، قول ما شاء الله. ما حنحسدك على البنتتين، الله يرحمني أبوك. لا تلعب ياسو، إذا فكرك بالطريقة هذه يا عماد ولا عمرك حتطلع من السيلفر الله يخليك. مين يا سؤال للنعلة اغير الشامبيون اطلع بلات وافهم الجيم بعدين ارجع له يا سؤال. قل ما شاء الله جابتوا فنتتين يا عيال، جبنا 60 فنت. يا نيفر مايند، خليني اتخبى تحت تحت الكرسي انا خلاص. ارحم الشارتين اللي في راسك، الشارتين هذه يعني من كتر ما ادلكها كل ما زاد الساركازم ليفل اللي ابغى يطلع تلاقيني امسك في الشعره، لان لو ما امسكت فيها حيطلع في حري في الادمي ده اللي بيقول لي انا مين يا اسوء جالس العب عندي بنتتين قول ما شاء الله هحسده على ما ودي اسب حسبي الله ولا الهج تكفى الحل. انت المصيبه، انت المشكله، انت ولا احد من التيم المشكله. انت صدقني وما اقولها امزح، انا صادق وانا متاكد 100%. اعطوني اسمه يا عيال، اعطوني اعطوني اديني اديني اسمك ان جيم، وريني والله اسوي لك ربع كوتش ببلاش. اديني اسمك في الجيم يلا عماد، عشانك ضحكتنا يعني الجيم كامل ب 15000 نقطه. انت اللينك فيز فور فري، واول 10 دقائق من الجيم يا عيال خلينا نشوف، وانتوا احكموا مش انا. اعطيني 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 خلاص هونت. شباب لازم تفهموا قبل ما نطالع في مشاكل الناس، خلينا نطالع في مشاكلنا. يعني رحم الله امرأة نامر قدر السعي يقول لك انا عارف قدري وفاهم ايش امكانياتي. انت ما انت فاهم ايش امكانياتك وجالس تسب الخلق، هذا واحد. اثنين، if you want to be part of change change from inside، لو تبغى تغير الناس اللي حولك غير نفسك اول، ابدا بنفسك. انت كل شيء بتسويه غلط، انا اقول لك اياها من دون ما اشوف، اوعدك. يور ليرنينج فيز غلط، يور تريدنج غلط، يور ويف مانجمنت غلط، السياس حقك واطي، وجالس تلعب شامبيون مره صعب، وما بتورد زي الناس، وما بتسوي روتيشن زي الناس، وبتلعبوا ايرام في نص الجيم من دون ما هذا، وانا وهذا كله انت ما تطالع فيه. انت تقول ايش؟ التيم حق زباله، حسبي الله ونعم الوكيل. لا تخليني اسب، انا مين ياس وعندي 350,000 نقطة وجايب بنتتين. كان جيم جميل وممتع، ان شاء الله يتحسن مستوى مستقبلا ان شاء الله. بالتوفيق حبيبي بالعكس. شباب ترى نمزح، اللي يزعل من اي كلام اقوله عادي، يشرب بحر ويمسك الباب ويدق راسه بالجدار ويرجع لنا اليوم اللي بعده.